الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء إعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله دلني على الخير. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فصرها الإعرابي على يده أربعا ثم انصرف. ثم رجع الإعرابي يضحك وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: استدرك الإعرابي. فقال له: يا رسول الله هذه لربي فماذا لي؟ قال: إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدق، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدق، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدق، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدق، ثم قل اللهم اغفر لي فيقول الله فعلت، اللهم ارحمني فيقول الله فعلت، اللهم ارزقني فيقول الله فعلت. فصرهن الإعرابي على يده سبعة يضحك بهما. إخواني، دعاء ذكر ودعاء واستجابة وعمل عظيم في أقل من ثانية، لا تنسوها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.